السكه مال القطار من تمشي المفروض تكون مقدسه، هاي كنا نعرفها، المفروض تكون مقدسه وما حد يتدخل ويوقف على هاي السكه، سكه القطار ما حد، المفروض ما حد. اما في العراق فقد ترى راكب للقطار يصور بتليفونه ويقول عمي واخره من عندنا، خلينا نشوف الفيديو، خلينا نشوفه. جاهز عادي، شوف شوف السيارات عايفه الطريق التبليغ، وين جايه تمشي على خط السكه، وينطر السائق ان يوقف والسائق بالسياره ما يوقف. وصلنا الى هذا الحال، يعني بالقطار يخاف على ممتلكات السيارات والسيارات ما يخافوا. شوف شوفوا بعيونك، شوف وقفوا بعدين راح فصل شاهد. يعني الى متى هذا التجاوز على خط السكه؟ الى متى؟ والله ما اعرف. روحوا بعدين يعني ترى مسكين، يعني صدق الى متى؟ الى متى تبقى هاي الناس اللي 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 عقلها ما اعرف ايش مليان؟ يا اخي هاي سكه مال قطار، زيت ما تخاف على سيارتك؟ يعني حتى اذا ما راح يجيك القطار ويدعمك، سكه مال قطار ما تخاف على سيارتك؟ تاير ينشق مثلا؟ ايش المدرعة صاعد لك؟ عقلك ايش بيه؟ عقلك ايش بيه؟ يا اخويا خلوا الناس، طريقك هو الشارع العام، طريق القطار هو وين يروح منك بعد؟ اي مدابي بنهايه الدنيا، السكه مال القطار احنا كنا ندري بها بنهايه، وين يروح منك بعد؟ والله مشكله مشكله. يعني واعتقد اكو تحويله مسويها هم الدوله على مود البناء الجديد، اعتقد هاي ببغداد زين مال ساحه عدن. واذا كانت الدوله فعلا هي مسويه التحويله من يم السكه مال القطار، فاقرا على الدولة السلام.